اميره خريجه طب بيطري جامعه بني سويف 2016. تمام. احنا اول ما اتخرجت من الكليه كان نفسي اشتغل في مجال الفيلد، بس ما كانش متاح الفرصه قدامي. تمام. اتدربت في الدواجن على اساس ان انا عايزه افتح عياده دواجن، بس برضو حسيت ان الموضوع مش قوي. احنا اصلا كنا خارجين، احنا ثلاث بنات، انا ودكتوره ايه ودكتوره لمياء، كنا قاعدين وبس شفنا الموضوع، يعني الموضوع كان بدا بهزار ان احنا عايزين نفتح، حتى كنا احنا قاعدين بنهزر ونقول هنبقى معلمين وجزارين، يعني احنا نفسنا كنا بنقول على نفسنا كده. بس يعني خدنا الموضوع في الاول بهزار، بس بعدين بقى لا احنا عايزين المشروع فعلا والموضوع ده بس، وبدانا بقى في المشروع. طبعا اول ما قلنا كل واحده فينا روحت قالت لاهاليها، الاهالي كلهم كانوا معترضين، الثلاثه اعترضوا، بس احنا صممنا على الموضوع يعني وحاولنا معاهم يعني ان احنا نقنعهم شويه، بس ما كانوش مقتنعين برضه، يعني احنا لغايه ما فتحنا المشروع ما كانوش مقتنعين. في ناس كتير هاجمتنا وقالت ان احنا خدنا من لقب دكتوره للقب الجزاره، بس احنا ما بقيناش كده خالص، يعني احنا ولا بنقطع لحمه ولا بنقف على ميزان ولا اي حاجه، احنا بس دورنا في المحل ان احنا كاشراف على اللحمه اللي موجوده. هو احنا في تاجر معين بنتعامل معاه، تمام، بناخد منه العجول والمواشي وبنروح المجزر بنفسنا، يعني لازم فينا واحده تبقى متواجده في المجزر، بنشارك من اول الذبح لغايه ما ناخد اللحوم في المحل هنا، بس بجانب طبعا بيبقى في اشراف من الدكاتره هناك اصلا اللي هم بيشوفوا على اللحوم، احنا بنبقى واقفين معاهم، واقفين على حاجتنا واحنا هناك لغايه ما تيجي لغايه هنا، لغايه ما تتعلق هنا. وزي ما حضرتك شايف برضو ان المكان مكيف نظيف، بس يعني فاحنا كنا فاكرين بصراحه ان احنا اول ما هنفتح هيبقى في مهاجمه من ناس كتير جدا، وان الناس ما هتجيش، يعني انا كنا فاكرين ان اهالينا بس اللي هتيجي في البدايه، بس بصراحه اهالينا ما جاتش والناس الغريبه هي اللي جت. والله بجد هم اللي جم، يعني الناس كتير قوي ما كناش متوقعين ان هيبقى بالعدد ده، لا هم اللي جم وكانوا بيجوا يباركونا ويشجعونا ان احنا كبنات فتحنا حاجه زي كده. بس في كمان ناس بتتصل تطلب دليفري من غير ما تيجي كمان. هو المشروع كبدايه جزء من طموحاتنا، احنا لينا طموحات تانية يعني هيبقى في حاجات تانية هنعملها، بس الموضوع يعني مش هنقول عنه دلوقتي، هيبقى سربرايز بالنسبه لكم ان شاء الله يعني.